مين منهم في عنده مشكلة شخصية معك أنت أو حتى معي أنا؟ طيب تمام، الخطوات اللي عم تعمليها كلها صحيحة. ماشي، أنا رح ساعدك. شكرا سيدي. سيد مشرى، أي ملف من هدول موجود تفاصيل المفتش اللي معك؟ بس خبريني مين كان المفتش المسؤول؟ بس دقيقة سيدي، اسمه ساشيكان تراوات. بيوم التفتيش كان حاطط كمامة على وشه، لهيك ما قدرت شوف وشه منيح، بس ما بعرف ليش من الأول كنت شاكة فيه. ورجيني. شوفي سيدي، هذا مو نفسه اللي كان معنا بالتفتيش. ما كان هنيك، هذا واحد تاني. شو؟ ايه؟ بس سيدي كيف هالشي ممكن؟ أنا كنت عم بحكي معه، واللي كان عم يرد علي ما كان هذا أبداً، لأني بعرف صورته منيح. بس سيدي بوقتها إجا تعيينه بهالمهمة حصراً بكتاب رسمي، رح أتأكد منه. تأكد بسرعة لو سمحت. حاضر مدام. إذا هيك معناها ما كان المفتش نفسه معي، كان في معي واحد تاني غيره. من الأول كان عندي إحساس إنه إله إيد بالموضوع. سانجاي تعال تفرج، مخططات المشروع الجديد يلي كنا عم نخطط له بالفترة الماضية صارت جاهزة، هاد يلي رح يضمن لك مستقبلك. مو معقول يا عمي، قديش هالشي حلو. بس شو مشان القضية اللي رفعت ضد المشروع الجديد؟ اسمعني، الواحد فينا لما يشغل عقله صح رح يقدر يتعامل مع كل شي. انت لا تخاف من شي، فهمت؟ هذا ملف جديد، راه على مهلك ورح تشوف كيف كل شي نحل. طول ما عمك معك رح تضل ناجح بكل حياتك. بعرف يا عم، بس انت ما عم بتحل، انت عم تخرب كل شيء. شوفي سانجاي، كل شيء منيح؟ ايه لكن اسمع، اذا ما عندك شيء هلا تعال معي، لانه في عندي اجتماع كتير مهم. اذا بتجي معي بعرفك على شويه ناس مهمين. ايه ليش لا عمي، استنى دقيقه. ما فيني روح، عندي موعد مع محامي الطلاق. خلص مو مشكله، هلا انا بلغي. اذا الاجتماع تبعك كتير مهم بروح معك احسن. موعد مع المحامي؟ ما بصير تلغي موعدك معه هلا. انا قصدي انه انت لازم تخلص من هاي الشغله باسرع وقت لتقدر تكمل حياتك. خلص هلا انت روح شوف المحامي وانا بحضر الاجتماع. ماشي؟ ما بعرف عمي، انت متاكد؟ ايه انا رح اتصرف. اقرا هدول. ها سلام. ماشي.